بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله النهاردة معانا إعادة كتابة الجملة سؤال الرايت. كل أسئلة الرايت على الترم الثاني اللي وردت في كتاب المدرسة أو في كتاب الطالب ونماذج امتحانات محافظات جمهورية مصر العربية 2019 و2018. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طبعا راجعوا معنا كل الأسئلة لأن إن شاء الله لن يخرج عنها الامتحان. بالنسبة لكويشن نمبر 1، My father promised to buy a tablet for my sister. My father promised to buy a tablet for my sister. بقول لنا ندخل على الجملة will. طبعا will هنا من استخداماتها إن هي بتعبر عن البروميس الوعد، معنى كده ان انا هحذف الفعل promise to ونحط مكانه will. ليه؟ لان will بيجي وراها المصدر مباشرة. يبقى my father will buy a tablet for my sister، نفس الجملة حذفنا promise to حطنا will، اصبحت الجملة my father will buy a tablet for my sister. Number 2، I quickly decided to watch a film on TV. برضو من استخدامات will اللي هو القرار السريع، يعني قرار سريع quickly decided to، هنحذف quickly decided to، decide يعني قرر و quickly يعني سريع، هنحذف quickly decided to ونحط will، أصبحت الجملة I will، يبقى quickly decided to، وهنحط will لأن will بيجي وراء الانفينيتيف مباشرة. I will watch a film on TV. Number 3. I'm hungry. I have just decided to have a sandwich. I am hungry. I have just decided. لسه مقرر حالا، يبقى قرار سريع. هنحذف مين؟ have just decided to. ونحط مكانهم will. ليه؟ لأن will من استخداماتها قرار سريع. يبقى I am hungry. I will have a sandwich. He plans to spend the weekend in Alexandria. Plan to سواء plan سواء decision سواء intention، الخطط النوايا القرارات، دي اللي بيعبر عنها going to. يعني ايه going to؟ يعني am is are going to plus infinitive. اصبحت هنحذف plans to وهنحط am is are going to، طب عشان عندنا he يبقى is، يبقى he is going to spend the weekend in Alexandria، يبقى حذفنا plans to وحطينا مكانها going to، بس going to قبلها am is are، وعشان هي أصبحت is. آية has intended to travel by train. احنا قلنا من استخدامات going to ال intention، يعني intention يعني قرارات، intentions اللي هي النوايا و decisions القرارات، يبقى هنحذف مين؟ هنحذف has intended to وهنحط ايه؟ am is are going to. طب آية تاخد ايه؟ تاخد is، يبقى آية is going to travel by train. آية is going to travel by train. لوجين is going to travel by train. قال لنا دخل لي intendis، هنحذف is going to ونحط intendis to. is going to ونحط intendis to. أي فعل دال على المستقبل بيجي معاه to plus infinitive. أي فعل سواء promise سواء intend سواء decide سواء plan كلهم بيجي معاهم to plus infinitive، يبقى أنا حذفت is going to وحطينا مكانها intends to. What do you intend to study next year؟ intend يبقى am is are going to. طب you بتاخد ايه؟ بتاخد are، يبقى هنحذف what، هنحذف do و intend و to، هنحذف do و intend و to ونحط مكانها are you going to. What are you going to study؟ What are you going؟ لأن من استخدامات going to الintention النوايا. برضو ممكن يقول لنا there are many clouds in the sky، في سحب كتيرة في السماء، يبقى معنى كده it's going to rain. There are لأن ده دليل، وإحنا قلنا going to من استخداماتها إنها بتعبر عن التنبؤ مصاحب بدليل. We have arranged to take the sleeper train to Aswan. We have arranged. Arranged يعني رتبنا ان احنا ناخد السليبر ترين. من استخدامات المضارع المستمر انه بيعبر عن الارانجمنت، الترتيبات، المضارع المستمر الارانجمنت. يبقى انا هحذف مين؟ هحذف have arranged to. هحذف have arranged to ونحط المضارع المستمر. يعني ايه مضارع المستمر؟ يعني am is are زائد الفعل زائد ing. am is are زائد الفعل زائد ing. اصبحت الجملة معنا we are taking the sleeper to to Aswan. We are taking the sleeper train to Aswan. طبعا هنا كلمة ترين ناقصة، هنكتبها
We are going to take the sleeper train to Aswan. طبعا في عندنا هنا كلمة train ما بين sleeper و to. We are going to take the sleeper train to Aswan. I have already arranged to visit the museum too. برضو في arrangement يبقى في مضارع مستمر، يبقى أنا هحذف مين؟ هنحذف برضو عندنا have already arranged to، وهنحط المضارع المستمر من الفعل visit. الفعل visit ده لما نجيب المضارع المستمر am is are visiting، am is are a visiting. طب يا ترى اي تاخد ايه؟ تاخد I am، يبقى I am visiting، I am visiting. يبقى عندنا going to plans intentions decisions. أما الarrange أو الarrangement نفتكر المضارع المستمر. بعد كده the train from Cairo to Alex is at 9 o'clock. The train القطار من القاهرة للأسكندرية at 9 o'clock. قال لنا دخل لي leaves. leaves هنا يبقى مواعيد ثابتة للقطارات والطائرات، بنعبر بالمضارع البسيط. يبقى حاجة بسيطة جدا، هشيل is وحط leaves فقط. يبقى أنا بعمل تغيير واحد بس في الجملة، إن أنا بشيل is وحط مكانها leaves. أصبحت الجملة عندنا هنا the train from Cairo to Alex leaves at 9 a.m. أمنية prepared to travel to America tonight. prepared زي arrangement بالظبط، preparation زي arrangement يعني في ترتيبات، في ترتيبات. أيوة يبقى أنا إيه؟ am is are زائد الفعل زائد ing. يبقى أنا هحذف prepared to، هنحذف prepared to ونحط مكانها am is are ونجيب الفعل ايه؟ travel traveling. طب يا ترى امنية تاخد ايه؟ تاخد is. يبقى امنية is traveling to America tonight. امنية is traveling to America tonight. What is the destination of the golden bus? destination يعني المقصد. يبقى where is the golden bus going? where is the golden bus going؟ يعني أين سوف يذهب؟ where is the golden bus going؟ I tried the fish at the restaurant but I regret eating. ناخد بالنا من الجملة دي، مجرد ما أشوف كلمة regret يبقى نفتكر should. وشود هاف والتصريف الثالث I shouldn't have tried the fish at the restaurant. الجملة عندنا ايه؟ I tried the fish at the restaurant. هنجي على الفعل tried ويبقى ايه؟ shouldn't have tried. shouldn't have tried لان انا بعمل ايه؟ regret ندم، بدل في ندم يبقى should او shouldn't have والتصريف الثالث. I bought an old car but I regret. أنا اشتريت سيارة قديمة ولكن بندم. يبقى برضو ايه؟ هنحذف but I regret، هنحذف طبعا هنا but أو الجملة دي نشطبها عليها على بعضها كده، عشان طبعا هنا هنحذف كل الجملة دي كلها ونحط ونشتغل على الجملة الأولى. برضو هنا هنحذف but I regret دي، لأن مين اللي بيعبر عن الندم؟ shouldn't. يبقى هنا I shouldn't have، ما نقولش shouldn't فقط، shouldn't have دايما have ماشية وراها، ماشية مع مين؟ مع shouldn't، لأنها بتعبر عن past. past يعني حاجة في الماضي. يبقى I shouldn't have bought an old car. منى didn't clean her teeth. منى لم تنظف أسنانها. عايزين should، يبقى مفروض كانت منى نظفت أسنانها، لأن في didn't يبقى هنا كان مفروض. يبقى منى should have cleaned، هنحذف didn't ونخليها should have cleaned. منى should have cleaned her teeth. It was important for him not to play in the street. مهم ان هو ما كانش يلعب في الشارع. قال لك shouldn't، يبقى he shouldn't play in the street. هنحذف جملة it wasn't important ونيجي لعند he نحولها ل he. him هتبقى he. he shouldn't have played in the street. يبقى من المهم انه ما كانش يلعب في الشارع. he shouldn't have played in the street. I blame you for annoying your teacher yesterday. أنا بلومك على إنك ضايقت المعلم أمس. طبعا هنا بقول لنا shouldn't، يبقى you shouldn't. you shouldn't have annoyed. هنحذف بلام وهنحط مكانها مين؟ shouldn't، لأن shouldn't بتعبر عن بلام. يبقى هنا الجملة you shouldn't have annoyed your teacher yesterday. you shouldn't have annoyed your teacher yesterday. I didn't read all the questions before answering the exam. أنا لم أقرأ كل الأسئلة قبل الامتحان. مفروض إن أنا كنت قرأتها، يبقى يجب أن أو ينبغي أن should. يبقى I should have read. I should have read all the questions. يبقى didn't read. didn't read هنحط مكانها إيه؟ هنحط مكانها I should have read. عمر's arm hurts.
عامر is arm hurts يعني دراع عامر hurts يعني بيؤلمه. Perhaps he broke it. ربما إن هو كسره. يبقى عامر might have broken his arm. مرة تانية عامر might have broken his arm. نيجي للجملة التانية ونعمل عليها سؤال. طبعا it هنا بتعود على مين؟ على arm. يبقى عام نحذف طبعا perhaps. هنحذف perhaps ونقول هي، يبقى هي ده اليومين اللي هو عامر، يبقى عامر might have broken his arm، وإيد بتعود على الأرم. عامر هناخد بالنا من الجملة دي جدا لأنها من كتاب المدرسة أو من براكتس كتاب المدرسة. عامر might have broken his arm. Perhaps if I exercise every day I will lose weight. Perhaps if I exercise. لربما لو أنا اتدربت كل يوم I will lose exercise. هنحذف perhaps ونحذف will ونحط might مكان will. إيه تاني عملناه؟ طبعا كلمة perhaps will بتساوي might. Perhaps will أو probably will بتساوي might. يبقى أنا هحذف perhaps و will ونحط مكان will might. أصبحت الجملة عندي if I exercise every day I might lose weight. Perhaps if we see the teacher she can help us with our homework. هنحذف مين؟ هنحذف perhaps وهنحذف معاها can ونحط مكان can might. أصبحت الجملة if we see the teacher she might help us. ربما إن هي تساعدنا. If I see Said perhaps I will ask him to help me with my homework. برضو زيها هنحذف perhaps وهنحذف will وهنحط مكان will mean might. يبقى if I see Said I might ask him. يبقى حذفنا perhaps وحذفنا will ومكان will هنحط might لأن will فعل ناقص ومايت فعل ناقص. I am not sure where Ali is. أنا مش متأكد علي فين. Perhaps he is in the park. ربما إن هو في الحديقة. يبقى مين؟ علي might be in the park. يبقى الجملة نحذف perhaps وهنقول هي دي بتعود على علي. يبقى علي might be in the park. علي might be in the park. طبعا is المصدر منه be. يبقى علي might be in the park لأن بنجيب might والمصدر. It's possible that he caught the train. من الممكن ان هو يكون لحق بالقطار. ربما هنحذف مين؟ هنحذف الجملة على بعض. It's possible او it's probable بتحذف الجملة كاملة. يبقى هنحذف مين؟ هنحذف it's possible that وهنبدأ من عند الفاعل هي. He might have caught the train. He might have caught the train. It's probable that زيها بالظبط. هنحذف it's probable that على بعضها ونيجي لعند بروك ونقول he might have broken. He might have broken. يبقى it's possible أو it's probable بتحذف بالكامل وبنبدأ بالفعل he. He might have broken. He might have broken his leg. I can't remember if I saw that film or not. أنا مش متأكد ربما كنت شفت هذا الفيلم أو لا. هنحذف I can't remember. I can't remember if وهنقول I might have seen. لا قلنا have seen لأن عندنا صو ماضي. I might have seen that film. I might have seen that film وهنحذف كلمة or not لأن خلاص عندنا might ادت لنا معنى عدم التأكد. يبقى جملة تانية I might have seen that film. سامية didn't come to the party. No one invited her. سامية ما جاتش للحفلة ما حدش دعاها. يبقى نحذف مين؟ هنحذف didn't come وهنقول سامية can't have come to the party. ممكن أكمل no one have invited her. يعني سامية استحالة جت للحفلة إن ما حدش دعاها. يبقى نحذف didn't come ونحط إيه؟ can't have come. استحالة تكون إجت. It isn't possible that you saw Mona yesterday. She is in England. هنحذف مين؟ It isn't possible that. كل الجملة هنشيلها وهنبدأ من عند الفاعل بتاعي you. أصبحت الجملة you have seen or you can't have seen. You can't have seen Mona yesterday. She is in Paris. You can't have seen. هنحذف it isn't possible that ونبدأ من عند الفاعل بتاع you. والسو هيبقى الماضي can't have
والتصريف الثالث من سوسين، يبقى you can't have seen من yesterday she is in England. I'm sure that he traveled by bus. He must have traveled by bus. حذفنا I am sure، حذفنا جملة I am sure that، كل الجملة بتنحذف، وبعدين الفعل he وهي ايه، he must have والتصريف الثالث، يبقى he must have traveled by bus. I must have left my notebook at home. قال لك دخل لي sure، هنعكس اللي احنا قلناه وهنجيب الفعل left في الماضي. I'm sure، هنحذف must have، هنحذف must have، must have left ونقول I am sure I left على طول. هنا left تصريف تالت، لكن هنا left ايه، تصريف تاني. I'm sure I left my notebook at home. Sarah fell asleep on the bus home. I am sure she was tired. Sarah fell asleep. يبقى نقول ايه، هنقول هنحذف I am sure، وهنحذف طبعا، وطبعا هنجيب التصريف الثالث من was اللي هو been. هنقول الجملة طبعا شي بتعود على سارة، يبقى سارة must have been tired. سارة must have، ممكن اكمل الجملة ابدأ من الاول، سارة في الاسليب on the bus home. سارة في الاسليب on the bus home. She must have been tired. She must have been tired. يبقى لو احنا كتبنا بداية الجملة صح ومش خطأ، لازم اقول، ممكن اقول سارة في الاسليب on the bus home. سارة في الاسليب on the bus home. She might or she must have been tired. The streets are wet. الشوارع مبللة. It rained a lot yesterday. It rained a lot yesterday. يعني أمطرت بغزارة أمس. طبعا هنا it must have rained a lot yesterday. إيه اللي حصل هنا؟ طبعا it rained. طبعا it هنا it must have rained. ليه؟ لأن with the streets are wet. يبقى لو أنا كتبت في الأول the streets are wet. The streets are wet. It must have rained a lot yesterday. It must have rained. It must have rained a lot yesterday. Stand up, please. The teacher said to Ali. دخلنا على المباشر وغير المباشر، يعني direct أو report the speech. Stand up. طبعا ده أمر مثبت. الأمر المثبت هنحذف ستو ونحط مكانها ordered. هنحذف ستو ونحط مكانها ordered. أصبح the teacher ordered علي to stand up، ونحذف كلمة please. يبقى the teacher ordered علي، نحذف الأقواس ونربط بتو بلس infinitive لأن الأمر مثبت لم يكن من فيها نقول not to. يبقى الجملة مرة تانية، the teacher ordered علي to stand up مع حذف كلمة please. Don't be late هدى، ما تتأخريش يا هدى. هدى's father ordered. هدى's father ordered مين؟ ordered her، يعني أمرها not to. Not to be late. هنحذف don't وهنربط ب not to plus infinitive. يبقى الأمر المثبت to plus infinitive والأمر المنفي not to plus infinitive. Clean the room. Clean the room آية. Said mother. Clean the room آية. Said mother. Mother told آية to clean the room. طبعا هنا الفعل برضو في الأول يبقى أمر مثبت. يبقى mother told آية to clean the room. تنظف الحجرة. Look out أحمد. نبيل said برضو أمر. نبيل or نبيل warned. هنشيل said ونحط warned. نبيل warned أحمد to look out. طبعا هنا أمر مثبت to look out. Don't touch the snake. نوال said to علا. Don't touch برضو أمر منفي، يبقى نوال warned. هنحذف مين؟ هنحذف said to وهنحط مكانها warned. هنحذف said to وهنحط مكانها warned. أصبحت الجملة نوال warned علا not to touch the snake. You must stop smoking. The doctor said to حاتم. طب هنا هنشيل said to ونحط advised. The doctor advised حاتم not to to stop smoking. ليه؟ هنحذف you must ونحط to والمصدر، يبقى to stop smoking لأن ده طبعا أمر. Please don't be late. The teacher said to me. The teacher
advise me. هنحذف برضو said to ونحط مكانها مين؟ ونحط مكانها advise. The teacher advised me not to be late. هنحذف مع حذف كلمة please، مع حذف كلمة please. وطبعا ده منفي، يبقى not to الأمر المنفي، not to والأمر المثبت، to المصدر. Go on يعني استمر. You can swim across the pool. Father said to him. الأب بيقول له، يبقى هنا father encouraged him. Father encouraged him يعني شجع، يبقى نحذف said to ونحط encourage. يبقى father encouraged him، encourage طبعا هنا فيها دي، to cross the road. To cross the road، to والمصدر، to cross، to cross the pool، to cross the pool. To swim across the pool، سوري هنا to swim across the pool. يبقى الجملة دي مرة تانية هنعيدها. يبقى father encourage the players to swim across the pool. وفلسطب ناخد بالنا من الجملة دي مرة تانية. Father encouraged the players to swim across the pool. طبعا الجملة اللي مكتوبة عندنا هنا خطأ، الصح اللي احنا قلناه. Father encouraged the players to swim across the pool. The coach said to the players، المدرب بيقول للعيبة، do your best during the match. Do your best يعني بذلوا أقصى ما في وسعكم خلال المباراة. يبقى the coach encouraged the players to do their best. The coach هنحذف said to وهنحط مكانها encouraged. يبقى مرة تانية، the coach encouraged، the coach encouraged the players to do their best. To do their best. Keep working said the teacher to the class. Keep working. Keep working يعني استمروا في العمل. Said the teacher to the class. هنقول ايه؟ The teacher encourages the class. The teacher encourages the class to keep working. طبعا عندنا فعل يبقى to والمصدر. To keep working يعني يستمروا في العمل أو يحافظوا على العمل. English is my favorite subject. علي said to me. هنحذف said to ونحط مكانها ايه؟ told. لأن دي جملة خبرية، said to بتتحول لتold. يبقى علي told me that حذف الأقواس ونربط بذات. English was his favorite subject. طبعا هنا is هتبقى was. English was his favorite subject. يبقى مرة تانية، طبعا هنا was. يبقى علي told me that English was his favorite subject. طبعا هنا حذفنا الأقواس، ربطنا بذات، وتغيير الفعل إلى الماضي، يبقى was his favorite subject. وتغيير الضمير حسب المتكلم والمخاطب، his لأنها بتعود على علي. I don't like this film Ayman said. I don't like this film Ayman said. يبقى Ayman said that، Ayman said that he didn't like. يبقى Ayman told that he didn't like that film. Ayman didn't like. طبعا الفعل هيتغير للماضي. Ayman didn't like that film. ينفع عشان ناخد بالنا. Ayman said that. طبعا هنا Ayman said that لأن said هنا الفعل ما فيش مفعول، فتفضل زي ما هي said. يبقى Ayman said that. I بتعود على Ayman he. We don't هتبقى didn't. He didn't like that. With this هتتحول إلى that. He didn't like that film. What's the fastest way to the capital bank? What is the fastest way? I asked. أنا سألت. What؟ وهنجيب الفعل اللي هو مين؟ The fastest way. والفعل is هيبقى was الماضي منه، to capital room bank. مرة تانية، I asked what the fastest way was to the capital bank. اللي عملناه طبعا في السؤال بعد what أو بعد if أو whether أو بعد أداة الاستفهام بنجيب الفعل ثم الفعل. الفعل عندنا اللي هو the fastest way، بعد كده الفعل is هيبقى ايه؟ تحول للماضي منه was. What's the name of the biggest city in England? I like to know. What's the name يعني ما اسم أكبر مدينة في إنجلترا؟ I'd like to know. أنا عايز أعرف the name على طول. حذفنا what's the name of the biggest city in England. ناخد بالنا من الجملة دي كويس جدا. يبقى what's هنا هنحذف what's
أصبحت الجملة I'd like to know the name of the biggest city in England. Where did you buy that shirt? He said. Where did you buy that shirt? He said. يبقى he هنشيل هنحذف ستو ونحط مكانها asked. يبقى he asked me. He asked me. Where والفاعل ثم الفعل وتحويل الأفعال إلى الماضي. طيب ما حس بكلمة do و does و did. يبقى أول حاجة هنحول ستو إلى asked وبعدين نحذف الأقواس وهنربط بآلات الاستفهام اللي هي where وبعدين نجيب الفعل. الفعل هو بيعود على مين؟ على مين اللي هو أنا. يبقى where I وطبعا حذف did وتحويل مع حذف did يحول فعل الجملة إلى الماضي التام. مع حذف did يحول فعل الجملة إلى الماضي التام. يعني إيه ماضي تام؟ يعني had والتصريف الثالث. أصبحت الجملة he asked me where I had bought that shirt. Where I had bought that shirt. يبقى أنا عملت ايه؟ حط انا وير وبعدين الفعل والفعل باي هيبقى هاد بوت والذس هتبقى طبعا هي ذات هتنزل ذات زي ما هي. Where I had bought that shirt. What's your favorite subject Sarah? I asked Sarah. انا طبعا لما يكون عندنا اسم مخاطب بيوضع بعد فعل الكل بره. يبقى I asked Sarah what her favorite subject was. إيه اللي حصل؟ الفاعل ثم الفعل بعد أداة الاستفهام أو بعد إف بنجيب الفعل وبعدين الفعل والفعل هنا يتحول للماضي. يبقى إذا تبقى إيه؟ هتبقى was. يبقى مرة تانية I asked Sarah what her favorite subject was. How cold does it get in the desert? How cold does it get in the desert? قال لك I asked. I asked how cold It got in the desert. الفاعل اللي هو it وبعدين الفعل ايه؟ هيبقى get هيتحول لجوت. ليه بقى هنا عملنا هنا حذفنا does؟ يبقى لما نربط بأداة الاستفهام او بإف او وذر تحذف do و does و did. ولكن حذف do و does بيحول فعل الجملة اللي عندي للماضي البسيط. اما حذف did بيحول فعل الجملة الى الماضي التام. يعني لو عنده buy هيبقى had bought. لما يكون عندنا هنا for example run هتبقى had run. I asked نهلة about her address. انا سألت نهلة عن عنوانها. I said هنا طبعا قالينا said to يبقى هنعكس الخطوات. asked هتبقى said to. I said to نهلة where do you live? Where do you live? او what's your address؟ يعني ما هو عنوانك؟ لان انا بسألها عن ايه؟ عن عنوانها. يبقى I said to نهلة what's your address أو ممكن أقولها where do you live. بعد كده عندنا سؤال when are you coming to Egypt. شادي said to his friend. شادي بيسأل صديقه إمتى جيت مصر. هنحذف said to ونحط مكانها asked. هنحذف said to وهنحط مكانها asked. أصبحت جملة شادي asked his friend. where والفعل ثم الفعل. you هتبقى إيه؟ he. يبقى when he was coming to Egypt. مرة تانية when أو بعد أداة الاستفهام الفاعل ثم الفعل. الفعل اللي هو مين عندنا؟ اللي هو he. لأنه you بتعود على مين؟ على الفريند. يبقى when he was coming to Egypt. يبقى مرة تانية شادي asked his friend when he was coming to Egypt. هدى said. هدى بتقول did you do your homework؟ هدى said did you do your homework. طبعا هنا هدى هتبقى مين؟ هدى asked. هدى asked me أو هدى asked if I هنحذف did ولما نحذف did نحول فعل الجملة للماضي التام. يبقى هدى said هتبقى هدى asked. هدى asked me ممكن أحط me ممكن أستغنى عنها. هدى لأن asked ممكن يجي وراء مفعول وممكن تكون بدون مفعول. هدى asked me if I had done my homework. If I had done my homework. Will you take me to see the new capital that? Will you take me? ممكن تاخدني للكابيتال سيتي that. أو new capital that. طبعا هنا أريج هتبقى أريج asked مين؟ asked that. أريج asked that. will هتبقى if. ليه؟ لأن ده سؤال yes no. ال yes no بيحذف
بتحذف الأقواس وبنربط بـ if أو whether. يبقى if you بتعود على مين؟ على dad. يبقى if he will هتبقى would. if he would take me على هدى أو أريج. يبقى if he would take her to see the new capital مرة تانية. أريج asked dad if he would take her to see the new capital. عملنا إيه؟ طبعا said أو أريج asked dad. الأب خرج بعد فعل الكول عشان عندنا فعل مساعد، يبقى ربطنا بإف، ويو بتعود على الدال، وبي بتعود على هدى أو أريج. أصبحت الجملة if he would take her to see the new capital. احنا اتفقنا ان بعد if او بعد أداة الاستفهام الفاعل ثم الفعل، والفعل بيبقى عندنا ماضي، يبقى will هتبقى would. Are you an astronomer? The students asked the professor. Are you an astronomer? هل انت astronomer يعني عالم فلك؟ The students asked the professor. قال لنا استخدم if. يبقى the students asked the professor if. ويو تحاول بتسأل مين؟ على البروفيسور. يبقى if he. if he ايه؟ وار هتبقى الماضي منها مع he was. ليه ما ينفعش؟ لان he بيجي معاه was وليس where. يبقى الماضي هيبقى هنا was. يبقى the students asked the professor if he was astronomer. يبقى لما يكون عندنا فعل مساعد بنربط بإف، وبعدين يو بتعود على المخاطب اللي هو البروفيسور. في السؤال الفعل بيعود على المخاطب، وفي الجملة الخبرية الفعل بيعود على المتكلم لأن هو بيوجه سؤال للمخاطب. يبقى the students asked the professor if he was an astronomer. Will you finish your homework before dinner? Will you finish your homework before dinner? كريم asked his sister. كريم asked his sister if you بتعود على مين؟ على sister. يبقى if she will الماضي منها هيبقى ايه؟ would. if she would finish her homework before dinner. تعال نشوف الجملة. كريم asked his sister if. طبعا you بتعود على sister. يبقى if she will هتبقى would. if she would finish her homework before dinner. وإن شاء الله نكمل باقي الحلقة مع الفيديو التالي، وانتظرونا مع الفيديو القادم مع باقي أسئلة الرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.